بلشت من ايام الفينيقيين بالسرفند، بلشوا يتعلموها من وقت الفينيقيين من جيل لجيل يعني. هلا زمان اجدادي كانوا يعملوها، بعدين جدي، هلا بيي، اخواته واخواتي، اولاد عمي، يعني كلهم ببلشوا بال 12 سنه يتعلموا، لانه هيدي المهنه كثير صعبه، بده الواحد على القليله 5 سنين لحتى يصير معلم. اكثر شيء صحي نحن عم نعمله انه هو عم نرجع نعمل ريسايكل للقزاز. في ناس بيعملوا فرز بقلب بيوتهم بيجيبوا لنا القزاز، وفي ناس عندهم محلات القزاز بيرجعوا اللي بدهم كبه بيرجعوا بيجيبوا لنا اياهم. التركواز والكحلي بنحط له صبغه بقلب الفرن مع عجينه القزاز، والاخضر والبني بنجيب الانين الاخضر والبني بنرجع بنعمل لهم ريسايكل نفس الالوان. احنا لما ندور الفرن بده يدور 24 ساعة، وأقل مرة أقل مرة لازم يكون 10 أيام، لأنه بده يومين ليحمى وبيدور على المازوت. هو الفرن مكون من حجر ناري ليحمل حرارة 1400، لازم يكون فيه بالقليل 6 معلمين ليشتغلوا بالنهار، لأنه في شيء بيشتغل بالنهار الصبح، في شيء بعد الظهر، وفي شيء بالليل. لما الفرن يحمى بيحط القزاز المكسر، بيحطه على درجة حرارة 1400، لما يدوب ولحاله بينزل بالفرن على درجة حرارة 1200، ببلش الشغل بالقطعة. هو العدة مقص وملقط وأسطل لينفخ فيه، وأسطل مسكر ليكمش فيه. القطعة بده شي ربع ساعة ليشتغل فيها، بس يخلصها بحطها بالمشوى، المشوى فوق الفرن. أول شي بحطها على درجة حرارة 500، بعدين بتنتلي، بعد ساعة بيتفشها بتصير على درجة حرارة 400، بعد ساعة بيتفش من برا، يعني 500 400 300 200، كل ساعة بيتفش تنكي لتصير لبرا. برا بدها ساعة لتخلص، يعني بدها 6 ساعات لحتى نغسلها ونبردها ونجهزها لتطلع جاهزة.